التواجد ديالي معكم غادي نوريكم طيلة أطوار هذا الحفل المميز والرائع. فشكرا للثقة ديالكم، مرحبا بكم مرة أخرى. خير من الحفلة تبدا به آيات الملك الحكيم غادي تأديها الطفلة زين الإنسان. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في هذا الحفل البهيج الذي تنظمه جمعية فرصة للأعمال الاجتماعية لتكريم أبطالنا الحقيقيين عمال النظافة الأعزاء في مدينة تارودان. اسمحوا لي في بداية هذا الحفل أن أوجه تحية خاصة وترحيبا حارا بالسادة الشركاء الكرام الذين يشاركوننا في هذه المناسبة العظيمة. السيد رئيس مجلس الجماعي لتارودانت بالنيابة، السيد المندوب الإقليمي لوزارة الثقافة والشباب قطاع الثقافة، السادة أعضاء الأعمال أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية تارودان، السادة أساتذة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتارودان، السادة الصحفة الكرام والسادة الحضور الكرام، إن حضوركم اليوم يعكس التزامكم ودعمكم الكبير لهذه المبادرة البيئية والنبيلة ويعزز روح الشراكة والتعاون في خدمة مجتمعنا. إن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود عمال النظافة العظيمة وتفانيهم في خدمة مجتمعنا ومساهمتهم الكبيرة في الحفاظ على بيئتنا ونظافتها وجمال مدينتنا العزيزة. إن عمال النظافة هم الجنود المجهولون الذين يعملون بلا كلل ولا ملل في كل صباح ومساء لضمان بيئة نظيفة وصحية لنا جميعا. إنهم يقومون بواجبهم بكل أمانة وإخلاص ويستحقون منا كل الشكر والتقدير على تضحياتهم وجهودهم. اليوم نجتمع هنا لنعبر عن امتناننا وتقديرنا العميق لهؤلاء الأبطال ولنؤكد لهم أننا نقدر عملهم ونثمن جهودهم. إن تكريمهم اليوم
هو تعبير بسيط عن احترامنا وحبنا لهم، وإشادة بما يقدمونه من خدمات جليلة. حضرات السيدات والسادة، في عالمنا اليوم أصبح الحفاظ على البيئة والنظافة العامة من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات، ودور عمال النظافة لا يقتصر فقط على تنظيف الشوارع والمرافق العامة، بل يمتد ليشمل حماية صحتنا ورفاهيتنا. إنهم يواجهون ظروف عمل صعبة ويتحملون مشاق كبيرة من أجل أن ننعم نحن ببيئة نظيفة وصحية. نحن في جمعية فرصة نؤمن بأن التقدير والاحترام لهؤلاء العاملين الشرفاء هو أقل ما يمكننا تقديمه لهم، ومن هنا جاء هذا الحفل ليكون مناسبة للتعبير عن شكرنا وامتنان لهم، ولنسلط الضوء على أهمية دورهم في حياتنا اليومية. كما أود أن أوجه رسالة إلى جميع أفراد المجتمع، دعونا نتعاون جميعا للحفاظ على نظافة مدينتنا، ولنكن شركاء حقيقيين في دعم جهود عمال النظافة. فالتوعية بأهمية النظافة تبدأ في من منازلنا ومدارسنا وأماكن عملنا، وتستمر في شوارعنا وأحيائنا. في هذا السياق لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لشركائنا ومساهمينا الأعزاء الذين ساهموا بجهودهم ودعمهم في تنظيم هذا الحفل الكريم. الشكر موصول إلى المجلس الجماعي لتارودانت، والمجلس الإقليمي لتارودانت، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية تارودانت، ومكتب تكوين مهني وإنعاش الشغل بتارودانت، والنادي البيئي ضمنه، وتعاونية كوباك، وجمعية اتحاد الشبيبة الرياضية تارودانت، شركة أوهاي، مركب القصبة، شركة أورما. إن تعاونكم ودعمكم المستمر يعكس روح الشراكة الحقيقية ويعزز جهودنا المشتركة في خدمة المجتمع. ولا ننسى أن نشكر صاحب الفكرة وهو عضو جمعية فرصة المهدي أوبلال. ختاما أسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن يعينكم على أداء مهامكم النبيلة، وأن يجعل هذا التكريم حافزا لكم لمواصلة العطاء والتفاني في خدمة المجتمع. وقبل أود أن أطلب منكم أن تقفوا وتشجعوا بحرارة أبطال هذا الحفل وهم عمال النظافة. شكرا لكم والسلام عليكم.